عبر زوم مع أنطونيو كونسيساو المدير الفني السابق لمنتخب الكاميرون. يا فندم مشرف ومنور على التلفزيون المصري برنامج رقم 10. المداخلة. بداية أسألك على البطولة بشكل عام، كيف تنظر لبطولة أفريقيا هذا العام وقوة المنافسة فيها، أبرز المنتخبات من وجهة نظرك التي ستنافس على هذه البطولة؟ من وجهة نظري من وجهة نظري الموضوع مش سهل زي ما كل الناس متخيلة، فرق كتيرة وفرق و30 يوم هيبقوا صعبين على جميع الفرق، صعب من اول البطولة نقول مين اللي هيكسب، لان دايما متعودين ان لما بنتخيل او بنتنبأ بحد يكسب بيحصل العكس. في فرق كتير مهمة في البطولة، منهم الفرق اللي هتلعب بكرة، مصر، كاميرون، غينيا، موزمبيق، كل الفرق دي فرق صعبة وفرق مهمة جدا دوليا، لعيبة دوليا كلها في جميع الفرق، فمن الصعب ان احنا في بداية البطولة نتكلم في حاجة زي دي. سيرتو، بكرة مباراة لمنتخب مصر أمام منتخب موزمبيق، شايف منتخب مصر في هذه البطولة؟ أنت واجهت منتخب مصر من قبل. زي ما انا قلت من شويه ان صعب، بس طبعا كل الانباء بتقول ان مصر هي اقوى، مصر هي افضل، معاهم مدير فني محترم معروف عالميا، السي في بتاعه قوي جدا، ومش بس المدير الفني اللي السي في بتاعه قوي، جميع اللعيبه اللي بتلعب في المنتخب المصري معروفين دوليا، ابرزهم محمد صلاح في ليفربول. فإن انت تلاعب كبداية بطولة فريق زي فريق مصري ده حاجة بتبقى صعبة جدا، وبنتمنى طبعا الخير وبنتمنى المكسب لجميع الفرق، ولكن من وجهة نظري هيكون مصر هي اللي هتفوز بكرة ان شاء الله. المنتخب الكاميروني اعلن غياب فينسنت ابو بكر عن البطولة بسبب الإصابة مؤخرا، هل تتوقع الكاميرون تكون منافس في هذه البطولة خاصة كمان مع غياب مهاجمها الأهم فينسنت أبو بكر؟ طبعا طبعا الموضوع هيبقى صعب، مش هيبقى سهل، هيفرق كتير، بس طبعا يعني احنا لو اتكلمنا عن تاني حد بعد مصر هيبقى الكاميرون. الكاميرون قادرة ان هي تحقق لقب في البطولة دي كويس جدا، عندها لعيبة على اتم المواجهات ولعيبة محترمة، ولكن طبعا هيفرق، طبعا غيابه هيفرق كتير، بس لما انا كنت معاهم ودايما انا معود اللعيبة ودايما الفريق الكاميروني كان بيفاجئني ان هو دايما بيحضر بشكل كويس جدا، وحتى ما بيحسوش بحتة الفرق، يعني لما في حد بيغيب او في حد بيبقى مصاب ما بيبقوش حاسين بالحتة دي، بيبقوا نازلين الملعب عندهم الاهتمام وعندهم الفكر ان احنا هنكسب، يعني هنكسب. سيرتو بريغادو. اثناء فترتك في تدريب منتخب الكاميرون كان المنتخب بيأدي بشكل جيد جدا، لماذا انتهت فترتك مع المنتخب الكاميروني؟ وهل صحيح الانباء اللي كانت بتقول ان صامويل ايتو كان يتدخل في عملك مع المنتخب الكاميروني؟ طبعا 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 الناس اللعيبه كلها عندها الروح المكسب، اللعيبه كلها في التدريب واخده الموضوع بشكل جدي جدا، هو كلهم عندهم خطوات وكلهم عندهم حلم عايزين يحققوه، مش السنة دي بس، الحقيقة هي كل سنة حتى وأنا كنت بدربهم كان جميع اللعيبة عندها الحلم ده،
و انا شايف ان الكاميرون السنه دي غير الكاميرون غير اي سنه تانية، وهيحققوا بطوله او هيحققوا اسم في البطوله الافريقيه المره دي عن اي مره تانية. وبرضو المدير الفني الحالي هو عامل شغل كويس جدا، وطبعا احنا بنتابع كلنا الخطوات والتدريبات، وانا بنفسي بتابع مع اللاعبين لان ده مهم جدا بالنسبه لي ومهم جدا للاعبين. اثناء فتره عملك مع المنتخب الكاميروني، وانا بكرر عليك السؤال مره اخرى، كان المنتخب بيأدي بشكل جيد، لماذا انتهت فتره عملك مع المنتخب الكاميروني؟ وهل فعلا الانباء اللي كانت بتقول ان صامويل ايتو رئيس الاتحاد الكاميروني كان يتدخل في عملك مع المنتخب؟ احنا مش هنقارن ما بين انا ما كنت بدرب المنتخب والنهارده، لان المنتخب الكاميروني منتخب قوي جدا سواء بيا او سواء باي حد تاني. الحاجه الوحيده اللي انا ممكن اقولها ان وقت ما انا كنت بدرب المنتخب الكاميروني كان بياخدنا الحظ، ومش وما كانش الموضوع ما كانش في اللعيبه، هو كان في الحظ اكتر. يعني كل مدير فني ليه مدرسة خاصة بيه، واللعيب هو بينفذ الخطة وبينفذ الطريقة اللي بيتدرب بيها في خلال التدريبات. بالنسبة ده بالنسبة للعب، وبالنسبة لحتة ان الفرق ما بين ما انا بدرب او ما بين المدير الفني اللي موجود حاليا او المدير الفني اللي هيجي بعد كده، هو كل لعيب بينفذ الخطة اللي مطلوبة منه، كل لعيب بينفذ الطريقة اللعب اللي هو بيتدرب عليها، وفي الآخر هو بيبقى موضوع بيبقى حظ مش أكتر ولا أكتر ولا أقل. سيرت يجارة خلينا نكون متفقين ان دلوقتي الموضوع بقى اصعب. الكاميرون محطوطة في مجموعة صعبة مش سهلة، ولازم هم قبل ليا وقبل اي مدير فني يجي او اي حد في الادارة يكون عندهم الارادة دي ان هم يكونوا عايزين يلعبوا، عشان زي ما احنا قلنا في البداية يحقق لقب في البطولة، وهي دي اهم حاجة. موضوع اللي حضرتك بتسألني فيه بتاع صامويل ايتو، لا يعني هو الموضوع ما كانش كده، اللي هو بيتدخل في الشغل وكده، بس طبعا كان في خلافات بسيطة ما بتأديش ان هي توصل يعني للاعلام زي اي مكان. يعني في كل مكان في مشاكل وفي كل مكان في حاجات، وكل واحد ليه وجهه نظر، وانا كان ليا وجهه نظر لان انا ليا مدرسه معينه، ليا مدرسه برتغاليه وهو بيفكر بطريقه افريقيه، فالموضوع كان هو ده المختلف فيه، ولكن هو مش موضوع شخصي. على المستوى الشخصي احنا بنحترم بعض جدا، ما فيش اي مشاكل ما بيننا. يعني زي ما انا بقول الاحترام هو دايما صحيح موجود في الملعب وبره الملعب، واحنا محترمين ده جدا. في نهاية كلامي انا بقول برضو اني بتمنى المنتخب مصر الاحسن، وبتمنى المنتخب مصر كل الحظ. منتخب مصر عنده فرصة كويسة جدا كمان في البطولة دي ان هو يأدي ويكسب. العالم كله بيتكلم على المنتخب المصري، العالم كله بيتكلم قد ايه المنتخب المصري فارق بشكله بحضوره بفريقه الدولي اللي فيه لعيبة دوليين. أنطونيو كونسيساو المدير الفني السابق للمنتخب الكاميروني، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.